قررنا اختبار مدى التزام شركات الفالي باركينج بالقانون والتقيد بشروط هذه الخدمة. أين تركن سياراتنا بعد أن نتركها عند الفالي؟ وهل من يحافظ عليها؟ وإليكم النتيجة. شبيح الفالي هذا يضع حاجزاً لمنع الزبائن من الوقوف في الأماكن العامة وحجزها لسيارات الفالي، وهذا مخالف للقانون. وفي اختبار قمنا به، قصدنا أحد مطاعم بيروت وتركنا السيارة في عهدة عامل الفالي، فيما كان الزميل جهاد يراقب أين سيركن هذا العامل السيارة. وبعدما تأكد لنا أن السيارة لم توضع في موقف آمن كما يفرض القانون وقد تركت على الرصيف، طلبنا إلى زميلنا أن يسرق السيارة، وهذا ما حدث. فخرج بها من على الرصيف بكل سهولة من دون أن يتنبه عامل الفالي. هي هون كانت مصفوفة هون؟ محل هاي يعني؟ هي أكيد هون صفت يعني السيارة؟ مش بموقف ولا بشي؟ بكي بالموقف أو شي محل؟ بكي مثلاً مصفوفة بشي محل بشي موقف أو هيك؟ يعني أكيد مصفوفة كانت على الطريق هون؟ بعد نقاش طويل هددنا المسؤولين عن خدمة الفالي باركينج في المطعم باللجوء إلى أقرب مخفر للتبليغ عن الحادث، وبعد أن غبنا بعض الوقت عدنا لنواجههم بالكاميرا. القانون بيقول انه مفروض كل شركه فالي باركينج او كل حدا عم يشتغل فالي باركينج يصف السياره اللي له بموقف امن، يعني يكون في حدا من قبلكم موجود بالموقف ويعرف مين عم ياخذ السياره ومين عم يطلع فيها. انتوا صفيتوا السياره على الطريق، شو اللي صار؟ بس خبرني شو اللي صار. نحن اخذنا السياره منك، الشاب اللي أخذها منك السيارة إنه بياخدها بيصفها بالباركين مزبوط، بس هلأ لا أصفي هو، يعني أنا ماني في ناس نبرم ببرمة السيارة كلها سواء نروح نصفها، يعني مكتبرم شي ربع ساعة لتصف السيارة هونيك، فلا أصفي وصفيناها على الطريق. ما فيك تصف هون للفالي، جملة اعتدنا سماعها من العاملين في خدمة ركن السيارات كلما حاولنا ركن سيارة جانب الرصيف. بعد هذا التقرير صار بالإمكان أن نقول لهؤلاء فينا نصف هون مش فالي. إبراهيم حرب، قناة الجديد.